بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والذين اتبعوهم بإحسان، وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذتنا وعلى ذوينا وأحبابنا وسائر المؤمنين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا. رب تمم بالخير والسعادة. والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. كنا بقراءة أحاديث باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي سنقرأ رقمه 80 و200. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به بالدارين قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري رضي الله عنه قال حدثنا معن رضي الله عنه قال حدثنا مالك رضي الله عنه أن أبي النصر رضي الله عنه أن أبي سلمة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. يعني هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني في آخر عمره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا. قيل كان ذلك في كبر سنه، وقد صرحت به عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الشيخان. نعم. فإذا في كبر سنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، ثم يختلف يعني حاله هكذا. إذا يجلس ويقرأ طويلا، ثم عندما يبقى مما أراد قراءته قدر 30 أو 40 آية يقوم، ثم يقرأ هذه الآيات قائما، ثم يركع ويسجد هكذا. كذلك في أول الركعة الثانية يكون جالسا يقرأ، ثم في آخر يعني هذا القيام يقوم. نعم هكذا. لكن هنا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، في هذا الشأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصية. ما هي؟ ذكر إبراهيم الباجوري رحمه الله كما ذكر الآخر. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن تطوعه قاعدا كهو قائما. لو تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا جالسا،
ثوابه مثل تطوعه ونفله قائما بدون نقصان شيء بخلاف آحاد الأمة. لماذا؟ لأنه مأمون الكسل. رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمون الكسل، لذلك هذا القعود والجلوس في الصلاة في التطوع ليس شيء من الكسل من سببه، ليس شيء من الكسل من سببه، ولا مظنة الكسل أيضا هناك بخلاف آحاد الأمة، فلا ينقص أجره بخلاف غيره، فإن من صلى قاعدا فله نصف أجر القائمين. من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم فقط، هذا يعني مع طاقته للقيام، مع قدرته على القيام. لو كان معذورا لا يستطيع القيام هذا لا ينقص أجره، والله كريم. نعم. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع رضي الله عنه قال حدثنا هشيم رضي الله عنه قال أخبرنا خالد الحذاء رضي الله عنه عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه عن كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان كيفية صلاة، كيف كانت صلاة رسول الله، ماذا هي كيفية صلاة رسول الله، هو معنى السؤال. ثم بعده قال عن تطوعه، هذا بدل أن يسؤال عن صلاة تطوعه. ما معنى التطوع؟ التطوع فعل شيء مما يتقرب به إلى الله تعالى تبرعا من النفس، هذا معنى التطوع، هذا يكون تبرع من النفس، تطوع من النفس، لذلك سمي التطوع تطوعا، وشيء مما يتقرب به إلى الله تعالى من غير الفرائض. نعم. فإذا هذا شقيق رضي الله عنه سأل عائشة، ابن شقيق عبد الله بن شقيق قال عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. هذه كيفية أخرى غير الكيفية التي سبقت بالحديث الماضي. هناك هذا قراءة واحدة، أولا جالسا ثم قائما، بعد ذلك من القيام يركع ويسجد هكذا في الركعتين. أما هذه الكيفية ليس كذلك، كان يصلي ليلا طويلا يعني زمنا طويلا من الليل قائما، كذلك في بعض الأحيان يعني يصلي لا يقوم ليلا زمنا طويلا من الليل قاعدا، ثم لو قرأ وهو قائم يركع ويسجد وهو قائم، يعني يذهب من الركوع هكذا يتم صلاته. كذلك إذا قرأ وهو جالسا ركع وسجد وهو جالس، هنا يختلف الحالة. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري رضي الله عنه قال حدثنا معن رضي الله عنه قال حدثنا مالك رضي الله عنه عن ابن شهاب رضي الله عنه عن الشعيب بن يزيد رضي الله عنه عن المطلب بن أبي وداعة السهمي رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول من أطول منها. إذن هذا خبر حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. والذي سبق خبر عائشة حديث عائشة. حفصة قالت ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قاعدا، هذا أيضا عند كبر سنه. صبحته يعني نافلته، صبحته النافلة سميت صبحته لماذا؟ لاستمالها على التصبيح،
إذن لما خصت النافلة بالسبحة هذا اشتمال على التسبيح يصدق على كل صلاة فرلا ونفلا. إذن خصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة فأشبهته صلاة النفل. التسبيح الذي في الفريضة أيضا نافلة إذن أشبهت صلاة النفل يعني التسبيح السبحة. وهذا التخصيص أمر غالبي فقد يطلق التسبيح على الصلاة مطلقا. أيضا المراد بالسبحة هنا التطوع النافلة. قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرضه يعني قليلا فقط عندما في آخر عمره ما استطاع على القيام عندئذ صلى جالسا. هذا أمر معروف. كذلك يعني مرة بسبب مرض النيل ثم هذا في التطوع. ثم يرتلها يعني يرتل القرآن ويقرأ بسورة ويرتلها يرتل هذه القراءة سورة حتى تكون أطول. يعني سورة في الحقيقة هي قصيرة لكن بسبب ترتيله صلى الله عليه وسلم تكون تصير أطولا من الأطول بسبب الترتيل. يعني لو قرأ هذه السورة بدون ترتيل بل حذر يعني هناك يعني أساليب في القراءة معروفة في علم القراءة. فإذا هكذا لو رتل بسبب الترتيل يعني لو قرأها بدون الترتيل يقرأها في زمن قليل لكن بسبب الترتيل تستغرق زمنا طويلا. وإذا يتجاوز هذا الوقت هذا الزمن يتجاوز هذا الزمن يعني زمن قراءة سورة قصيرة زمن قراءة سورة طويلة بدون ترتيل حتى تكون أطول من أطول منها أي حتى تصير سورة القصيرة كالأنفال بسبب الترتيل الذي اشتملت عليه أطول من سورة أطول منها خلت عن الترتيل كالأعرافي. فيندب ترتيل القراءة في الصلاة واستيعاب السورة في الركعة الواحدة هكذا. ثم إذن هذا أيضا كيفية. ثم يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالترتيل في الصلاة هذا في تطوعه. ثم وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني رضي الله عنه قال حدثنا الحجاج بن محمد رضي الله عنه عن ابن جريج رضي الله عنه قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. حتى كان أكثر صلاته جالسا بسبب تعبه في آخر عمره. ثم هذا يعني بالنسبة إلى التطوع. أما الفرائض يعني كان أكثر صلاته قائما. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع رضي الله عنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم رضي الله عنه أيوب رضي الله عنه النافع رضي الله عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبارة تفيد في ظاهرها على أن الصلاة كانت جماعة لكن هذا النوافل الرواتب لا يشرع فيها الجماعة
إذن ما معنى صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي شاركته بالصلاة بمعنى أن كل منهما فعل تلك الصلاة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصلاة صلاها، كذلك ابن عمر رضي الله عنهما أيضا صلى هذه الصلاة. نعم، راوي الحديث عبد الله بن عمر. نعم، وأيضا صلى. هذا معنى المعية، يعني المصاحبة في الفعل فقط، هو فعل وهذا أيضا فعل. وليس المراد أنه صلى معه جماعة، لأنه يبعد ذلك هنا. هذا الجماعة جائزة في الرواتب. نعم، هذا بعيد. ثم في بيته، إذن صلى ركعتين، صليت مع رسول الله صلى ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب في بيته، ثم بعده قال ركعتين بعد العشاء في بيته. فإذن هذا في بيته، هل يرجع إلى ما بعد المغرب أو يرجع إلى ما قبل الظهر وما وإلى ما بعد الظهر؟ نعم، يرجع إليهما أيضا. نعم، يرجع إليهما. إذن في بيته يرجع إلى الثلاثة، راجع للأقسام الثلاثة قبله. نعم، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته كما علم من سائر الأحاديث، لذلك هذا يرجع قوله في بيته يرجع إلى هذه الثلاثة. ثم لماذا كان يصلي في بيته؟ ويؤخذ من الحديث أن البيت للنفل أفضل، إلا ما استثني حتى من جوف الكعبة. وحكمته أنه أخفى فيكون أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. نعم، وبالغ ابن أبي ليلى فقال لا تجزي سنة المغرب في المسجد، هكذا قال ابن أبي ليلى. نعم، فإذن في هذا الحديث يعني ذكر هذه النوافل يعني المؤكدة، هذا قبل الظهر ركعتين، بعد الظهر ركعتين، ما بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين. لم يذكر هنا من المؤكدات يعني ركعتي الفجر. نعم، وبه قال حدثنا أحمد بن منيع رضي الله عنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم رضي الله عنه قال حدثنا أيوب رضي الله عنه عن نافع رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابن عمر رضي الله عنهما حدثتني حفصة النافع عن ابن عمر. ماذا قال ابن عمر؟ حدثتني حفصة رضي الله عنها، حفصة يعني أخته. نعم، النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثتني حفصة، هذا بالواو وحدثتني، هكذا رواية. فإذا وعتهن على محذوف، والتقدير حدثتني غير حفصة وحدثتني حفصة، فهذا أولى من جعل الواو زائدة. وحدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب رضي الله عنه فوراه قال خفيفتين، ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر، هكذا من قال أيوب عن نافع. إذن وراه قال يعني أظن نافعا قال خفيفتين، وليس بمتيقن، لذلك هكذا عبرنا. على كل حال صلاة هكذا كانت، ركعت رسول الله صلى الله عليه وسلم للفجر خفيفتين كما ذكرت في سائر الأحاديث. نعم، ثم ومعنى وينادي المنادي أي يؤذن المؤذن، فإنما سمي الأذان نداء لأن أصل النداء الدعاء والأذان دعاء للصلاة. متى كان يصلي؟ عند الأذان، يعني بعد الأذان.
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا مروان بن معاوية البزاري رضي الله عنه جعفر بن برقان رضي الله عنه ميمون بن مهران رضي الله عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حفلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر رضي الله عنهما وحدثتني حفصة رضي الله عنها بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ثم ركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء هذه 8 نعم ركعتين بعد العشاء بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء ثم قبل الظهر هكذا 8. قال ابن عمر رضي الله عنه وحدثتني حفصة رضي الله عنها بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سياق هذا الحديث يدل على أن التقدير في الحديث الماضي يعني هناك قال وحدثتني حفصة ممكن نص هذا المتن هناك إلى فإذا حفلت وحدثتني هكذا هو أحسن من مساعدة هذه الرواية هذا الحديث بخلاف ما قرأت قبل مما ذكر إبراهيم الباجوري في حاشيته هذا هو الأحسن. هنا وحدثتني حفصة هذا يعتقدنا على قوله حفلت من رسول الله هكذا 8 ثم حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الغداة يعني ركعتي الفجر فإذا مجموع 10 لكن ما رأيت هاتين الركعتين لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر في بيته ما كان يصلي في مسجده بل كان يصلي في بيته لذلك عبد الله بن عمر لا يراهما نعم ولما كنا نراهما من النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الرؤية لما كنا نراهما من النبي أي لأنه كان يفعلهما قبل خروجه إلى المسجد دائما أو غالبا بخلاف بقية الرواتب فإنه ربما فعلها في المسجد هكذا ونفيه لرؤيتهما ينافيه ما روي عنه أيضا رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ بهما أي بسورتي الكافرون والإخلاص في ركعتي الفجر فهذا صريح بأنه رآه يصليهما نعم هذا عن ابن عمر رضي الله عنه وصرح بالسورة التي قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين هكذا يعني في تفصيل أن في ينافي هذا الإثبات فإذا كيف الجمع بينهما وأجاب الشبرام اللسي بأن الأول محمول على الحضري فإنه كان فيه يصليهما عند نسائه والثاني محمول على السفري فإنه كان فيه يصليهما عند صحبه يمكن هذا الجمع أيضا هذا رمق ابن عمر يعني راقب ابن عمر شهرا ممكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا شهرا وعبد الله بن عمر كان معه فإذا راقبه حافظه هنا فأجاب علي القاري بأن نبي رويته قبل أن تحدثه حفصة وإثباتها بعده نعم كما يشير لذلك قوله رمقت نعم إذن هكذا الجمع يعني هو ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر لماذا؟ لأنه كان يصلي في بيته عند نسائه ثم حفصة حدثته بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الغداة فراقبها يعني بسبب تحديثها راقب ابن عمر رمق ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصلي أو لا يصلي هذا ليس لأجل شبهته في تحديث حفصة بل بناء على قاعدة
ليس الراعي كما سمع. نعم ليس الراعي كما سمع. إذن سامع يعني عنده يقين، الراعي عنده يقين آخر، كما قال إبراهيم عليه السلام، ولكن ليطمئن قلبي. نعم هذا زيادة اليقين. هذا أيضا أجم حسن. ثم وبه قال حدثنا أبو سلمة رضي الله عنه يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل رضي الله عنه خالد الحذاء رضي الله عنه عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. يعني هذا تمام. عائشة أخبر كما يعني حدث عبد الله بن عمر أيضا عشرة. هذه عشرة، هذه يعني السنن المؤكدة. هنا سؤال عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سأل عبد الله بن شقيق. إذن عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن السنة المؤكدة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أجابته بالعشر المؤكدة، فلا ينافي ما ورد أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء هكذا. هذه يعني مؤكدة. ثم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن جعفر رضي الله عنه قال حدثنا شعبة رضي الله عنه النبي سحاق رضي الله عنه قال سمعت عاصم بن الأمرة رضي الله عنه يقول سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار قال فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من نطاق ذلك منا صلى. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. إذن من هو السائل؟ السائل يعني عاصم بن الأمرة، هو يقول سألنا، ممكن هو سأل أو سأل آخر هكذا، هو كان حاضرا. عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفيتها، فقال إنكم لا تطيقون ذلك. فهم منه أن سؤالهم ليفعلوا مثلها، لماذا سألوه؟ سألت الصحابة علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة، رغبة للصلاة في أي شيء، في فعل مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا فهم علي. قال لا يطيق، هذا لا يطيق. فقال إنكم لا تطيقون ذلك. ثم بعد ذلك يعني ذكر بعض يعني بعض الركعات، فقط ركعات قليلة، كم ذكر مجموعا؟ صلى يعني ركعتان وقت الضحى، ثم قبل الظهر أربعا، بعد الظهر أربعا، قبل العصر أربعا، بعد الظهر أربعا، ثم بعدها ركعتين، مجموع ستة. فإذن قبل الظهر أربعة، بعد الظهر ركعة، مجموع ستة. ثم قبل العصر أربعة. ثم فإذن هذا يعني ركعات قليلة جدا. فإذن كيف عدم الطاقة؟ هذه ركعات قليلة. ثم ماذا أراد علي رضي الله عنه بقوله أنكم لا تطيقون؟ هذا لا تطيقون ذلك أي من حيث الكيفية من الخشوع والخضوع وحسن الأداء. ها
هذا هو المراه. اما عددان ركعتان ركعتان قراءتان قراءتان ركوعان ركوعان اربع سجدات اربع سجدات هكذا تمام. ثم تسبيح ثلاث مرات كذا كذا كل يساوي. لكن كيف يعني التفاوت؟ التفاوت يعني في الخشوع، كي يكون خشوعه صلى الله عليه وسلم على وجه أكمل. الخضوع كذلك حسن الأداء لهذا الصلاة. الصلاة مناجاة للمولى، تكون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مناجاة حقيقة. إذن هذا كما ثبت في حديث مرفوع: أنا أخشاكم بالله، أنا أعلمكم أعلمكم بالله وأنا أخشاكم. كذلك العلم والمعرفة الخشية الخضوع الخشوع والتقوى والإيمان، كل هذا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه أتم وأكمل، يعني بالغاية هكذا. الله كما استدل بإيمان وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان يزيد وينقص. مسألة يعني صارت يعني سبب نقاش وجدال بين العلماء منذ قديم، هل يزيد الإيمان وينقص؟ حقيقة الإيمان يزيد وينقص. قال كثير من المحققين أن حقيقة التصديق يزيد وينقص. ثم سألوا: هل تصديق النبي صلى الله عليه وسلم يساويه تصديق أحد هذه الأمة؟ حاشا وكلا، بينهما تفاوت، تفاوت بعيد. في أي شيء هذا التصديق؟ يعني في اليقين، في الخشوع والخضوع وحسن الأداء والإخلاص وهكذا. ثم عندئذ قلنا: من أطاق ذلك منا صلى، ومن لم يطق أن ذلك منا فقد علمه. من لم يطق هو يعلم كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أطاق يعلم ويصلي أيضا. فإذن في الإخبار فائدة على الأقل العلم، ثم من يطيق فائدته الاتباع. نعم هكذا. فقال إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من جهة المشرق، أشار كهيئتها منها هنا، هذا من جهة المغرب، صلى ركعتين هما صلاة الله هكذا. سيأتي يعني في باب صلاة الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين أو أربعا أو ستة هكذا، يعني أو ثمانية هكذا، اختلاف الأحوال. إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من جهة المشرق عند الظهر، يعني قابل الاستواء، صلى أربعا، هي صلاة اللوابين. وورد في الحديث: صلاة اللوابين حين ترمض الفصال، يعني قابل الاستواء يصلي أربعا. هذا ليس صلاة الله، قبل الاستواء هكذا. ثم يصلي قبل الظهر أربعة، هذا سنة الظهر، بعد الظهر ركعتان، ثم في بعض الروايات أربعة، هكذا جمع بين الروايات، الحقيقة أربعة. في بعض الأحيان يصلي ركعتين، في بعض الأحيان يصلي أربعة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لإفادة أن هذا نفل ليس بواجب. ثم قبل العصر أربعة، وفي بعض الروايات أنه كان يصلي قبل العصر ركعتين هكذا. كذلك لا تنافي احتمال أنه كان تارة يصلي أربعة وتارة يصلي ركعتين أو تارة لا يصلي أصلا. ثم يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، يعني تسليم التحلل أربعا أربعا هكذا ذكر. هذا ما كان مجموعة أربعا، ما كان مجموعة بل ركعتين ركعتين بالتسليم. ثم هذا التسليم كماذا قال علي رضي الله عنه: هذا التسليم على من؟ على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. يعني المصلي حينما يتحلل من صلاته يسلم، هذا التسليم على من؟ على الملائكة المقربين، على النبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين هكذا.
لذلك الفقهاء قالوا يسن له أن ينوي به السلام على مؤمني إنس وجن وملائكة. نعم هكذا على الفقهاء قالوا استدلوا بمثل هذا الحديث. نعم بعده باب صلاة الضحى وسنقرأ إن شاء الله فيما بعد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما تعمدنا وما أخطينا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.